طبعا انا لو جيت دلوقتي اكلمك عن الادمان الجنسي او ادمان الاباحية هتقول لي ايه ده؟ هو انا مدمن؟ هو انا بشرب مخدرات؟ هو انا بتعاطى حاجة؟ انا مش مدمن. هقول لك في الحقيقة انت فاهم الادمان غلط. المقصود بالادمان هو ان في شيء معين بيسيطر عليك وبيخليك تعمله حتى لو انت من جواك مش عايز تعمله. فكونك ان انت بتبقى عايز تتفرج على الافلام الاباحيه حتى لو انت من جواك مش عايز تعمل ده، فده معناه ان انت مدمن للافلام الاباحيه. انا اسمي احمد حسن وانتوا بتتفرجوا على Learn Different Academy. الادمان الجنسي او زي ما بيقول عليه البعض فرط النشاط الجنسي هو تحفيزك ورغبتك المستمره في ممارسه النشاط الجنسي او في الفرجه على الافلام الاباحيه او حتى ممارسه الجنس نفسه، وده بيبقى نسبي بيختلف من شخص للتاني حسب الادمان اللي عنده. والشخص المدمن جنسيا ده بيقضي وقت كتير جدا وممكن يصرف فلوس كتير جدا في سبيل انه يشبع رغبته الجنسيه. والادمان الجنسي ده مشكله مش عندنا احنا بس، دي مشكله منتشره في العالم كله، بس للاسف مؤخرا بدات تزيد نسبتها في الدول العربيه. والسبب الاساسي اللي بيخليك انت تنبسط وانت بتشوف الافلام الاباحيه دي، والسبب الاساسي في النشوه والمتعه اللي بتحس بيها لما بتشوف الافلام الاباحيه دي، هو ان جسمك بيفرز هرمونات زي الدوبامين والتستوستيرون والاكسيتوتين، والهرمونات دي هي مسؤولة عن النشوة والسعادة في جسم الانسان. فانت طبعا كل ما تتفرج على افلام اباحية اكتر كل ما بيفرز من الهرمونات دي اكتر، فبالتالي بتساعد انك انت تدمن الاحساس وتدمن الرغبة في الشعور بالنشوة والسعادة. فكل ما تتفرج اكتر كل ما يفرز هرمون اكتر كل ما تبقى مدمن اكتر واكتر واكتر. تعرف منين ان انت مدمن افلام اباحيه او مدمن جنس؟ لو قضيت وقت طويل جدا من يومك في مشاهده الافلام الاباحيه وكنت دايما بتحب تتفرج عليها وبتطول في الفرجه عليها، يبقى انت مدمن افلام اباحيه. لو كنت مش عارف تسيطر على نفسك وكل ما تقول هبطل اتفرج ترجع تتفرج تاني، يبقى انت مدمن افلام اباحيه. ده غير طبعا المشاكل الاجتماعيه اللي ممكن تنتج عن ممارسة العادة السيئة دي، خصوصا ان هي غير مقبولة من اي فرد من افراد المجتمع، لا من ابوك ولا من امك ولا حتى من مراتك ولا من اخواتك الصغيرين ولا حتى اخواتك الكبار. مفيش حد ابدا هيبقى متقبل فكرة انه يعرف ان انت بتشوف افلام اباحية وهيعدي ده عليه من غير ما يستنكر عليك الوضع ده. ده غير طبعا ان انت هتكذب كل ما حد يسألك انت بتتفرج على افلام الاباحية، هتبقى انت مستنكر على نفسك انك تعترف بده، فهتقول انا ما بتفرجش، فبالتالي هتأدي برضو ان انت تكذب، فكده هتضيف على المصايب اللي فاتت هتضيف عليها الكذب كمان. فلو ده حصل وبقيت تكذب وتستنكر على انك بتفرج، يبقى انت مدمن افلام اباحيه. لو مش قادر تبطل تفكير في الشهوه والعلاقات الجنسيه والحاجات دي، يبقى انت مدمن اباحيه ومدمن افلام اباحيه او جنسيه. لو حسيت ان انت عندك استعداد انك تعرض اللي حواليك كلهم للخطر والمشاكل بسبب ان انت تشبع رغبتك الجنسية، يبقى انت مدمن اباحية ومدمن جنسية. لو الممارسات الجنسية الطبيعية اللي بيمارسها اي شخص طبيعي متزوج ما بقتش تكفيك انت كشخص طبيعي وبقيت عايز اكتر واكتر واكتر، يبقى انت مدمن جنسية ومدمن اباحية. طب انا كمدمن افلام اباحية عايز ابطل، ابطل ازاي؟ ولا مفيش امل؟ لا طبعا في امل، مفيش اي حاجة في الدنيا ملهاش حل. وعشان كده انا جايب لك 10 خطوات عشان تبطل بيهم ادمان اباحية. الخطوة الاولى هي انك تقرب من ربنا. لو مش بتصلي ابدأ صلي، حاول تقرأ قرآن كتير. انا عارف ان ده صعب وعارف ان الصلاة تقيلة على ناس كتير جدا، لان العبادة والاعمال الدينية عموما بتبقى تقيلة ومش سهل ان اي حد يعملها. لو هتصلي مرة واحدة بس في اليوم ابدأ صلي، وبعد كده المرة هيبقوا مرتين، وبعد كده المرتين هيبقوا ثلاثة، لحد ما تقدر ان شاء الله تواظب على الصلاة. المهم انك انت تبدأ بالقليل وتزوده لحد ما يبقى كتير. كل ما هتقرب من ربنا اكتر وكل ما هتصلي وكل ما هتعمل عبادات اكتر، كل ما الحاجات دي هتبقى عائق بينك وبين الادمان الاباحي او ادمان الاباحية اللي عندك. الخطوة التانية، اقعد مع نفسك وفكر، هو انت عايش ليه؟ هو انت عايز تحقق ايه في حياتك؟ ولا انت عايش وخلاص وملكش هدف؟ ابدأ دور انت ايه الحاجة اللي انت عايز تحققها في حياتك، وابدأ حط لها اهداف. الاهداف دي هتبقى في اهداف كبيرة بتحقق في شهور، وفي اهداف بتحقق في ايام واسابيع. اعمل اهداف صغيرة، هدف يومي، وبعد الهدف اليومي ده هدف اسبوعي، وبعدين هدف شهري، وبعدين هدف لمدى الحياة. وكل ما تحقق هدف من دول
اكتبه في ورقة وابدأ قول انا حققت حاجة وكافئ نفسك بشكل معين. هات لنفسك هدية، هات لنفسك شوكولاتة، مش عيب على فكرة، بس ده هيفرق معاك كتير جدا وهيفرق كتير في حالتك النفسية وفي علاجك انك انت تبطل الادمان الجنسي. ثالث خطوة، حدد قدوتك. يعني اختار شخص في حياتك وحط قدوة ليك وقول ان انت عايز تبقى زيه، وحاول دايما الشخص ده يكون شخص ايجابي، ما يكونش شخص سلبي، عشان تقلده في الحاجات الايجابية والحاجات الكويسة، ما تقلدوش في الحاجات الوحشة. وابدأ حط لنفسك خطة كده علشان تبدأ تعمل الحاجات اللي هو بيعملها وتبدأ تقلده وتبدأ تبقى زيه. رابع خطوة هي انك تسأل نفسك، هو انت بتتفرج على الحاجات الإباحية دي ليه؟ هو انت عندك مشاكل معينة؟ هل انت عندك نقص في القدرات الجنسية مثلا فبتحاول تغطيه بمشاهدة الأفلام الإباحية؟ طب اذا كنت انت كويس جدا ومفيكش اي مشكلة، طب ليه عايز تعمل كده؟ ليه عايز تضعف نفسك؟ لو قدرت تعرف السبب اللي بيخليك تتفرج على الافلام الاباحيه هتقدر تشوف البديل ليه، وده هيساعدك بشكل كبير جدا انك تتغلب على مشاهدتك للافلام الاباحيه. خامس خطوه، وهي خطوه مهمه جدا، وهي قبولك للفشل. انك انت تبقى من جواك متقبل فكره انك انت ممكن تفشل. عادي، انا ممكن احاول ابطل افلام الاباحيه بس ما اقدرش فافشل في ده، فانا هتقبل الفشل وهحاول تاني. مش هقول خلاص انا مش عارف ابطل فهستمر وهستسلم، لا، ابدأ حاول مرة واثنين وثلاثة لحد ما تنجح في انك انت تتغلب على ادمانك للافلام الاباحية. سادس خطوة هي انك تبعد اي مصدر من حواليك ممكن يساعدك انك تشوف الافلام الاباحية دي. فلو انت مثلا بتفرج على الافلام الاباحية على الموبايل، حاول تبعد الموبايل عن ايدك بقدر الامكان، او حاول توجد انشطة مختلفة تعملها على الموبايل علشان ما تفكرش خالص في موضوع الافلام الاباحية. لو بتفرج على التلفزيون ابعد عن التلفزيون، حاول توجد نشاط بديل، حاجة بديلة تعملها على التلفزيون علشان تخليك تتشغل وتتلهي عن مشاهدة الافلام الاباحية. سابع خطوة، ودي ممكن تنفع مع بعض الناس وبعض الناس لأ، وهي انك انت تحمل تطبيقات منع او حجب المواقع الاباحية. ده هيساعدك بشكل كبير ان انت لو حاولت ان انت تدخل على مواقع اباحية مش هتعرف تدخلها، فممكن تفكر نفسك او ممكن تلحق نفسك بسرعة، ده ما دخلش عشان انا عامل مواقع حجب، تبدأ تفكر فتبدأ ترجع وتلحق نفسك قبل ما تتفرج تاني. فده ممكن يساعدك مش بنسبة كبيرة بس ممكن ينفع معاك. الخطوة الثامنة، ودي تنفع مع اي عادة سيئة انت بتنفذها او بتعملها، وهي انك انت تحاول توجد عادة بديلة ليها. فلو انت مثلا شخص مدخن، حاول توجد عادة تانية تستخدم فيها اسنانك وتستخدم فيها بقك وايديك بدل التدخين. لو قدرت تلاقي العادة دي وتواظب عليها هتبطل تدخين. نفس الحكاية بالنسبة للإباحية، حاول في الوقت اللي بتفرج فيه على افلام الإباحية استبدلها بعادات تانية ايجابية، حاجات تانية مفيدة. اتفرج على افلام عادية، افلام كوميدية، افلام اكشن، ايا كان الحاجات اللي اتفرج عليها، بس المهم انها تكون بعيدة عن المحتوى الاباحي. الخطوة التاسعة، وهي انك تحاول تدور على حد من اصحابك بيتفرج على افلام اباحية زيك، وحاول ان انت تلومه وتعاتبه على مشاهدة الافلام الاباحية، وحثه هو كمان وشجعه هو كمان ان هو يحاسبك ويلومك لما تتفرج على افلام اباحية. حاولوا تساعدوا بعض وتدوا بعض الدعم وتدوا بعض القوة اللي تساعدكم انتوا الاتنين تبطلوا، وتساعدكم انتوا الاتنين تتغلبوا على ادمان الاباحية. حاول دايما توسع خيالك وتتخيل نفسك كده لو بعد ما كنت انت مدمن افلام اباحية والشعب متملكاك من فوقك لتحتيك، بشكلك لما تبطل كل الحاجات دي يا ترى هتبقى عامل ازاي؟ وسع خيالك كده وقعد فكر مع نفسك هيبقى شكلك عامل ازاي لما تتنقل من الحالة دي للحالة دي. وتصور دايما كل يوم ان انت بتنجح انك تبطل، وتنجح انك انت تبطل ادمان الافلام الاباحية. ساعتها احساسك من جواك هيبقى ايه؟ اتمنى بعد حلقة النهاردة اكون قدرت اساعدك انك تحط رجلك على الطريق الصحيح للتوقف عن ادمان الاباحية.